إلى تفاصيل الخبر الثاني، حيث أصدر القضاء في محافظة النجف قراراً يقضي بالسجن لست سنوات على الضابطين سامي الشبلي وحسنين الركابي، واللذين قاما باعتقال متهم إيراني وتوقيفه بتهمة السرقة. هذا الإيراني توفي أثناء التحقيق، وتساءل أحد المواطنين لماذا السكوت على مئات الحالات من القتل التي يتعرض لها العراقيون في إيران، بينما يحكم القضاء ويصدر القرار على ضابطين بالسجن على قضية وفاة إيراني، وأيضا سبقها اعتقال الضابط علي الشياع في البصرة بسبب اعتقاله لمعمم إيراني يعمل في التهريب. دعونا نتابع. يا الله، السلام عليكم أخوان. أكو موضوع يخص الرأي العام، ويا ريت أنه الكل يشارك وكل تبدي برأيه، حفاظا ومعزة بشكو شخص عراقي، ألا وهو الموضوع اليوم محكمة جنايات النجف أصدرت حكم على ضابط برتبة عقيد وضابط برتبة نقيب بالسجن 6 سنوات. زين، على شنو؟ أنه أكو شخص أجنبي الجنسية إيراني تحديدا أجا بالعراق، قام عملية سرقة، وعلى أثر هذول الضباط انه القوا قبض عليه باثناء التحقيق فارق الحياه. هسه هنا اكو موضوع اسمه قناعه محكمه، وما نتدخل بيها، وهي اعرف طبقت القانون. بعد باكر اكو تمييز، اكو قناعه ثانيه، احنا مهم موضوعنا بالذات اللي جاي طالعين ونسولف بيه، ونريد رايكم من عنده، انه العراقيين من جاي يطلعون لايران يتطبق هذا القانون اذا واحد توفى؟ ايران اي دوله؟ ليش مو جاي يجيبوهم؟ ما حد يسولف بيهم، يحطوهم ويدفنوهم بالمقابر؟ مع الاسف والله.